أسعد الله مساكم مشاهدينا في حلقة متجددة من برنامجكم المفضل والجميل، برنامج سيدتي راح أقدمها معكم أنا مها منصور وزميلتي اليوم ريم بوصعبي. أهلا وسهلا ريم. أهلا وسهلا مها، وأكيد أرحب بمشاهدينا اللي دائما حريصين أنهم يكونوا معنا خلال هذه الساعتين، وبداية أسبوع سعيد على الجميع. أكيد ريم، وعشان كذا خلينا نطلع وكالعادة مع مشاهدينا إلى أبرز عناوين اليوم. مختص يكشف عن أبرز أمراض الكلى ويحذر من أطعمة تسبب الحصوات. سيدة سعودية تبدع في صناعة الدمى اليدوية. في عصر التمكين والمساواة، هل تقبل العمل تحت إدارة امرأة؟ هوس النساء في المكملات الرياضية، وهل يسبب لهم الضرر؟ وفي أول جولتنا الإخبارية اليوم، حقق موسم الرياض خلال 100 يوم أرقاماً استثنائية غير مسبوقة، حيث تخطى عدد الحضور طبعاً 10 ملايين زائر ومليون سائح في مناطق وفعاليات الموسم. وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مع المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة له على حسابه أنه هذا كله بدعم وتوجيه وتخطيط سيدي ولي العهد والقادم أجمل. جميل جدا، وطبعا فعاليات موسم الرياض تقام على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، وتتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض. حلو، يعني كل هذه الفعاليات اللي احنا قاعدين نشوفها للأمانة فعاليات خلينا نقول مميزة جديدة، يمكن بعضها علينا وبعضها يمكن كانت من الموسم اللي راح. والحلو في الموضوع ريم، يمكن في هذا الموسم بالتحديد أول بأول يعني، ويمكن آخرها وأبرزها واللي يحضرني الآن السكويد جيم، لعبة الحبار، واللي كذا فجأة يمكن ما كانت مخططة، بعدين حسوا أن الناس متفاعلة مع هذا المسلسل وحابة هذا المسلسل، قالوا يلا خلونا نضمها من ضمن فعاليات الرياض، وأشياء طبعا كثير يعني صحيح. زي ما احنا عارفين، لكن حبيت أنه قد إيش فعلا هيئة الترفيه والتيم اللي شغال على الترفيه اليوم في الرياض بالتحديد فعليا يمكن شبهوه بخلية النحل بالضبط. وفعلا هم يعني ليل نهار شغالين، فالله يعطيهم العافية. والشيء اللي احنا او الارقام اللي احنا قاعدين نشوفها جدا مبشره بالخير، وهذا طبعا فضل رب العالمين ثم الجهود المبذوله. طبعا مها، كل فعاليات الترفيه ومميزه ومنظمه وعليها اقبال كبير، لكن يمكن امس الفنان عبد المجيد عبد الله حطم كل التوقعات وقدم رقم فني سعودي جديد غير مسبوق، وهذا بعد ان اصبحت رعايات حفل الفنان عبد المجيد عبد الله في ليلتي العودة هي الأعلى في تاريخ الحفلات الموسيقية لفنان عربي على مستوى الشرق الأوسط. إيش رأيكم؟ خلينا نشوف أبرز تصريحات الفنان عبد المجيد عبد الله اللي قدمها في لقاء خاص مع زميلنا محمد الحسين. متشوق لل نتيجة كب 3-4-5 سنوات انه انا ما بطلع لايف، فبالتالي هذه احاسيس يعني ال 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 ماني عارف كيف اوصف لك، بس يمكن كبت هذا كبت جوع فني اني انا لازم
أنا ابن مسرح يعني، وأحب الناس وأحب الجمهور، فأعتقد أنه كان هذا السبب. أبغى أقول إني أحبك وإنت لسه عشقتك، قبلنا دمعي غير وجهك اللي عرفته. جمهورنا احنا بدينا واحنا بنسافر عشان نسعى لجمهورنا، احنا الفنانين بما فيهم شيخ الفنانين استاذ محمد عبده الى اصغرنا، كنا بنسافر برا ونبحث عن الجمهور السعودي او الخليجي عشان نغني له، وكنا بنستمتع لكن ما كنا نقدر نغني في بلدنا لانه ما كان المجال مفتوح. الان انت بين حبايبك وبين عوائل متشوقه ويعني حاجه تسعد، فاجمل جمهور يعني. في السعوديه جده، عيني على جدة، عيني على الكويت، وعيني على دبي، يعني هذه مشاريع ممكن تصير في السنة هذه بس مش أكتر. ما أحب أكتر لأنه أدور المكان والوقت المناسب. والله يا عبد المجيد انت تقول احلى جمهور واحنا نقول انت احلى حضور واحلى طله، وشكرا على هالليلتين الحلوه. يعني لو تشوفون فرحه الناس والجمهور فعلا، يمكن الجمهور السعودي ترى من اقوى الجماهير على مستوى الشرق الاوسط، من اكثر الجماهير تفاعل، الحب التفاعل اللي صار، يعني انا حاسه فيهم وانا ما حضرت على ارض الواقع، لكن كانت ليلتين حلوه وليلتين جدا مرتبه، واكيد احنا نتمنى نشوف اكثر واكثر من تواجد عبد المجيد. طبعا من الفعاليات الجميله واللي تشهدها المملكه هي فعاليه فورمولا اي والمقامه في جوهره المملكه الدرعيه، واللي تستضيفها المملكه للمره الرابعه على التوالي في منافسات تجمع ابرز الاسماء العالميه باصرار وتحدي من الجميع. طبعا 22 متسابق يمثلون 11 فريق من مختلف دول العالم. تخيل يا مها انه هذه ثاني مره يقام فيها سباق الفورمولا اي ليلا، بعد ان استضافت السعوديه اول سباق ليلي في تاريخ البطوله عام 2021 باحدث تقنيات الاضاءات او اضاءه LED والمصممه لتقليل الاستهلاك بنسبه تصل الى 50% بالمقارنه مع تقنيات الاضاءه الاخرى. والهدف الرئيس لهذا القرار كان لمواجهه التغيير المناخي ولتحقيق مستقبل بل أفضل للسباق. صحيح، ويمكن الفورمولا إي يعني هي مش مجرد خلينا نقول رياضة أو سباق، يعني أكيد أنه هذا الحدث الكبير والعالمي واللي فيه مشاركات من 11 دولة مختلفة راح توفر وظائف للشباب والبنات، راح ترفع خلينا نقول الستاندرد أو موقع المملكة من ناحية الرياضة والتنظيم وإلى آخره. يعني إحنا لازم كمان ننظم هذا السباق زي ما شفنا في 2021 على مستويات عالمية ومقاييس ومعايير عالمية، وهذا اللي قاعد يصير. فإحنا جدا فخورين يعني، والحلو كمان في الموضوع أنه مختار الدرعية ريم. نعم. يعني تخيل أنه خلنا نقول فرق من 11 دولة راح يجون، لو حطوها في أي مكان عادي كان بيكون حلو، لكن في الدرعية في رسالة في الموضوع، في رسالة أنه إحنا نقدر نجمع ما بين الماضي والتاريخ وعراقتنا وتاريخنا كسعوديين، وكمان الحضارة والسباق وإلى آخره. فهذا شيء جدا عظيم أنه إحنا نوري العالم حضارتنا، ويكون خلنا نقول من وسط
الحدث، فأنا مرة متحمسة ومبسوطة صراحة. أكيد ولله الحمد، يعني المملكة العربية السعودية وضعت نفسها على خارطة الدول اللي تستقبل فعاليات عالمية سواء رياضية ولا ثقافية ولا حتى اقتصادية، وهذا شيء جميل لنا ونفتخر فيه دائما. وفي إنجاز جديد ولافت، برز موقع سيدتي ضمن أكثر المواقع الإلكترونية زيارة في الشرق الأوسط لعام 2021 اعتمادا على البيانات والمعلومات الرقمية عن السوق للناشرين ومقدمي الخدمات الرقمية التي توفرها منصة نيريتيف ميديا. واحتل موقع سيدتي دوت نت المركز الخامس ب 68 مليون متصفح في قائمة فوربس بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021. حنتكلم عن هذا الإنجاز بتفاصيل أكثر مع رئيس التحرير موقع مجلة سيدتي الأستاذة لمى الشثري. هلا وسهلا بك يا أستاذة لمى. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. شكرا لوجودك معنا، طبعا نبارك لكم ونبارك لنفسنا هذا الإنجاز وهذه الأرقام الكبيرة لمجلة سيدتي ولموقع سيدتي، طبعا تستحق هذا اللقب وهذا الرقم في هذه القائمة. واللافت أن كون سيدتي في قائمة أقوى المواقع الإلكترونية في الشرق الأوسط لعام 2021 مهم جدا، ما أهميته بالنسبة لكم وكيف قرأت هذا الخبر؟ الله يبارك فيك. أول شيء بالفعل هذا نجاح يعني لنا جميعا. الحقيقة أنه فعلا خبر جدا مهم، ووصلنا يعني لما تم نشره على موقع فوربس ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعملوا لنا تاج، فاكتشفنا سعدنا جدا لأنه حققنا ولله الحمد الرؤية التحولية الرقمية اللي اشتغلنا عليها خلال العام الماضي. شفنا ثمارها اليوم نقصها يعني في أول السنة مع الأسابيع الأولى من 2022، فكانت دفعة وطاقة إيجابية لنا إن شاء الله نكمل على نفس الطريق. يعني قلتي تحول رقمي أستاذة لمى، طبعا احنا نعرف انه سيدتي تصدرت او اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف المنصات في تويتر سناب شات انستغرام وتيك توك وحتى يوتيوب، فياليت تكلمينا عن هذا التحول الرقمي كيف صار وايش اللي تغير عشان ما شاء الله وصلتوا الى هذه الاعداد. صحيح، الحقيقة ان احنا اشتغلنا من الأساس اللي هو الموقع، اشتغلنا على صناعة محتوى يوصل لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف، الأسر العربية، المرأة العربية، فئة الشباب. اشتغلنا على صناعة محتوى مرئي عن طريق سيدتي تي في، وطبعا استفدنا من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، سناب شات، تيك توك، انستغرام، بحيث ان احنا نفعل محتوانا ونقدر نحن نواكب حتى كل التحديثات اللي تصير في هذا العالم الرقمي. كل يوم في منصة وكل يوم في تحديثات فيتشر جديدة على المنصات، نحن دائما نكون مواكبين فيها عشان نقدر نخليها يعني توصل المحتوى بأفضل صورة في يد كل أحد بالموبايل، يعني يقدر يتصفحها بسهولة. وهذا الشيء اللي كمان إحنا عملناه في التصميم الجديد للموقع، أصبح سهل التصفح، ممتع، الناس تطلع من موضوع الموضوع بشكل سهل. نعم. اليوم لما نتكلم على مجلة عريقة كمجلة سيدتي لها 40 عام ما شاء الله في الصدارة وشعبية في العالم العربي كله، لما تتحول هذه المجلة رقميا لتواكب الإعلام الرقمي وتواكب التطورات اللي بنعيشها اليوم التقنية، قد إيش مهم أنه تكون جميع المجلات وجميع الصحف الورقية اليوم تواكب ما نعيشه اليوم من عالم رقمي؟ هذا شيء يعني حيوي جدا. لازم نشوف الأشياء والترند، خلينا نقول وين قاعد يتوجه في الإعلام. نعم. ونكون معاه ونكون رواد مو بس يعني تابعين. فهذا الشيء الحمد لله احنا طبقناه في سيدتي من انطلاقها عام 1981. سيدتي رائدة يعني في الإعلام في العالم العربي للأسرة للمرأة، ومكملين الحمد لله من خلال الموقع، من خلال المنصات،
وكمان من خلال الشراكات الفاعلة مثلا برنامج سيدتي كمحتوى مرئي، وكذلك عبر تواجدنا على أرض الواقع ما عملنا مؤخرا مع موسم الرياض لما شاركنا في بوليفارد رياض سيتي من خلال البيت الزجاجي، استضفنا فيه الشخصيات الملهمة والرائدة في مختلف المجالات. كل هذه الأمور مع بعضها تشكل دائرة متصلة من صناعة المحتوى المطبوع المرئي الرقمي والتواجد على أرض الواقع للتواصل مع الجمهور والقراء. نعم الأستاذة لمى الشتري، رئيسة تحرير موقع ومجلة سيدتي، شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. خليني بسألك يا ريم، كيفك مع اليوغا؟ صراحة اليوغا يعني يمكن ما مارستها لسه، أو ما حسيت إني أبغى أدخلها، لأني أحس إني يبغى لها جروبس، يبغى لها مجموعات، حاجة أنت تحفز عشان تعيشي هاي الشيء يعني يوغا وتستفيدي منها. أوكي، بس تعرفين إنه اليوغا تقدرين إنه أنت تسويها لحالك، ترى أنا قد جربتها، تعرفين قد إيش تخلي يعني بغض النظر أنها رياضة يعني استرخائية، بس فعلا تصفي لك ذهنك، تغير مودك. يوم كذا أنت فاضية وما رحتي للنادي ريم، شغلي اليوتيوب وجربي وقولي لي كيف حسيتي. طبعا في هذا الخبر، خبر مرة حلو لكل محبين اليوغا، انطلق أول مهرجان لرياضة اليوغا في المملكة العربية السعودية على شاطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمشاركة ما يقارب 1000 شخص من محبي رياضة اليوغا. يا الله ايش الابداع بالضبط. شوفي كيف يعني هذا اللي انا اقصده، الطبيعة جميلة، الجو جميل، ومجموعة من الناس انهم يقوموا بهذا الرياضة وبهذا التأمل في هذا الجو الحلو، يعني صراحة يا بختهم. انا زي كذا اتمنى اني احضر صراحة. وانا معك كريم، لا تنسين تكلميني تقولي، لانه فعلا اليوغا انا مرة جربتها، مو مرة، اكثر من مرة جربتها، وصراحة يعني حلوة، هي فعلا أحلى مع جروب، بس تقدرين أنه أنت تطبقينها لحالك لو ما فيك مثلا تتمرنين تمارين خلنا نقول الثقيلة يعني. فجدا حلوة وتعطيك طاقة جدا إيجابية. صح كلامي. كمان في خبر رياضي آخر، مها أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عن تأسيس أول منتخب للسيدات. قام الاتحاد دورات تدريبية واختبارات في عدد من مناطق المملكة، تأهلت منهن 7 لاعبات لتمثيل المملكة خارجيا. الله الله، مرة حلو. يعني البلياردو من الألعاب اللي أحب ألعبها، بس ما أقدر أقول إنه أنا كويسة فيها الصراحة يعني، بس إنها مرة حلوة للتركيز، خلنا نقول الاجتماعات العائلية، الأصدقاء. يعني الصراحة يعني دائما كنت أفكر إنه أنا أشتري لعبة أو طاولة بلياردو، بس إني صراحة يعني ما أعرف مرة ألعب. بس شوفي حلو عليها. حلو إنه هذا الهواية وهذا الشغف اليوم جاء من يتبناه، واليوم أصبح واقع وبشكل احترافي، فهنيئا لهؤلاء البنات. والله أنا جدا مبسوطة من وزارة الرياضة والاهتمام بجميع الرياضات المختلفة في جميع المجالات، وتكون السيدة حاضرة وبقوة، يعني هذا شيء جدا جميل. صحيح، وأكيد إحنا نتمنى لهم كل التوفيق، وهلا هلا يا بنات يعني باللعب، ارفعوا رؤوسنا، لأنه اللي أنا أعرفه أنه أغلب محبي البلياردو أغلبهم من الشباب، فبنات وبدعوا فيها يا سلام. طبعا في فيلم الجوكر للممثل العالمي هوان فينيكس، واللي حقق نجاح ساحق حول العالم عام 2019. لكل محبين هذا الفيلم ومحبين أداء الفنان العالمي هوان فينيكس، عندنا لكم خبر مرة حلو راح يعجب لك وراح يعجبكم، راح يرجع بجزء ثاني وراح يتم الإعلان عنه قريبا بعد بدء التصوير. الجوكر يعني أنا أتوقع لو في شخصية في العالم بعد باتمان عندها محبين ومعجبين وفانز يعني لدرجة الهوس، فهو الجوكر. ويمكن أولهم صراحة راح أقول يعني أختي مضاوي الصغيرة، شيء مو طبيعي، تحب الجوكر بطريقة يعني حتى مثلا إذا جيت أسافر ولا أروح إيش أجيب لك، جيبي لي المجسم الجوكر، جيبي لي، وما أدري إيش التناقض، يعني تحب الجوكر وتحب باتمان، فتحبهم الاثنين، بس تحب الجوكر بطريقة، وترسم، هي رسامة، فترسم الجوكر بطريقة يعني الجوكر، مع أنه شوفي شخصية شريرة جدا وشخصية سايكو بس الناس يحبونه، يعني شوف أنا أحبه مرة، بس مو لدرجة الهوس. أنت إيش رأيك فيه؟
فيلم جميل وشخصية وفيلم يعني أتذكر شفت يعني الفيلم وأتذكر مقاطع منه، بس دائما يعني نقول إنه طبعا شخصية شريرة، شخصية سيكوبادية، شخصية مريضة، لكنها رقت رواج عند الناس. هذا لا يعني أن هناك ترويج للشخصية السيكوباتية، يفضل هذا فيلم وبنتفرج عليه وبنحبه من بعيد لبعيد، ما بيروجوا لحاجة، وبنقول أنه فيلم بنتفرج عليه وبنخرج مبسوطين ونقول يا سلام. نعرف نفرق بين الأفلام ونعرف نفرق بين الاستهداف. بس هو الجوكر أصلاً أنت تعرفين قصة تايريم، هو أصلاً أول ما بدأ كان مهرج. أنا عشان كذا أنا أتوقع أنه أنا عندي فوبيا من المهرجين، ترى أنا ما أحب المهرجين. حتى في حفلات الأطفال اللي في العائلة مثلا يجيبون مهرج أنا أقول لهم لا، أخوف مهرج إت، عرفته حق إت أنا اللي هو مستهدف الأطفال يعني. هو كان مهرج وبعدين ما أدري إيش صار له في حياته. أنا شايفة الفيلم الأول طبعا زي أنه الناس تضحك عليه وكذا، ويعني كان يتعرض للتعنيف او يعني في ناس والدته ليها دخل في الموضوع يتهيأ. اظن والله ما احرق يعني، بس هذا اللي انا اعرفه. فبعدين صار مجرم، بس انا متحمسه صراحه على الفيلم لان انا احب الجوكر، فبالعكس اتوقع كثير ناس متحمسين زي كذا. اوكي خلصنا جولتنا الاخباريه معكم مشاهدينا، فاصل قصير من بعد مكملين. بعد الفاصل مختص يكشف عن أبرز أمراض الكلى ويحذر من أطعمة تسبب الحصوات. منتشر بين الناس أن هناك أطعمة بحد ذاتها تسبب بعض المشاكل الصحية المتعلقة بالكلى، بالإضافة إلى عدم إدراك البعض لأهمية الفحوصات والتحاليل للتأكد من وظائف الكلى والأمراض المستكشفة مبكرا. هنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع توضيح الحقائق وتفنيد الشائعات مع ضيفنا في الاستوديو دكتور سعد الرشيدي، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. هلا وسهلا بك دكتور سعد. الله يحييكم، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء مفيد وممتع للجميع بإذن الله. بإذن الله. بداية دكتور سعد، كلمنا عن أهم وظائف الكلى، ومتى يشخص المريض بأن لديه قصور في الكلى؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لوظائف الكلى، الكلى لديها وظائف متعددة كثيرة، ولكني هنا سوف أذكر أهم خمسة وظائف للكلى. نعم. الوظيفة الأولى هي فلترة الجسم من السموم، فلترة وتخليص الجسم من السموم. الوظيفة الثانية هي معايرة وموازنة الماء والأملاح والمعادن الداخلة والخارجة من الجسم. الوظيفة الثالثة للكلية دور هام جداً في ضبط ضغط الدم. الوظيفة الرابعة الكلية تفرز هرمون يطلق عليه الأريثروبيوتينين. الهرمون هذا له دور كبير في تحفيز النخاع، وبالتالي إنتاج خلايا دم حمراء جديدة، وبالتالي منع فقر الدم. الوظيفة الخامسة الكلية تحول فيتامين دال من الحالة الغير نشطة إلى الحالة النشطة. تقريبا هذه أهم خمس وظائف للكلى. بالنسبة للقصور الكلوي كتشخيص، حينما نطلق على المريض أنه لديه قصور كلوي أو نريد تشخيص هذا الشخص، يخضع لفحوصات مخبرية دقيقة جدا، بعضها تحليل دم وبعضها تحليل بول أعزكم الله، وأيضا نستطيع قياس فلترة الدم، وأحيانا يتم طلب بعض الأشعة أو الأشعات الدقيقة اللي تحط المريض بتشخيص القصور الكلى وبأي درجة هو من قصور الكلى. يعني الحين نتكلم أنه الكلى دكتور زي ما تفضلت قبل شوي جدا عضو مهم في جسمنا، يعني لو صار في خلل بسيط ممكن الواحد يصير عنده مشاكل صحية كبيرة. أكيد في أمراض مختلفة للكلى أو أعراض مختلفة ممكن تجينا، إيش هذه القصور أو الأمراض اللي ممكن تصيب الكلى وتؤدي إلى هذا القصور؟ ممتاز، سؤال ممتاز. لو بنقسم الأمراض اللي تصيب الكلى، خلينا نقسمها إلى الأمراض الجراحية والأمراض غير الجراحية. الأمراض الجراحية نتكلم عن حصوات الكلى اللي تعتبر منتشرة بشكل كبير، أورام الكلى عافانا الله وإياكم، إصابات الكلى، أيضا العيوب الخلقية التي تصيب الكلى سواء عند الأطفال أو الكبار. بالنسبة للأمراض غير الجراحية هي الأمراض اللي نتكلم عنها قصور وظائف الكلى، الالتهابات المناعية التي تصيب الأشخاص وقد تؤثر على الكلى، منها الذئبة الحمراء على سبيل المثال،
أيضا الالتهابات بشكل عام التي تصيب الكلى، هذه كلها أمراض جراحية وغير جراحية وهي منتشرة بنسب متفاوتة عندنا. نعم. ما هي الأعراض اللي تظهر على شخص مصاب بقصور الكلى؟ تمام. للإيضاح فقط أنه قصور الكلى بالعادة مرض يأتي مع الزمن أو تصل الكلية إلى مراحل معينة، يعني خلينا نقول مرض بطيء التدهور إذا انصح التعبير، لكن بشكل عام أمراض الكلى تكون من الأمراض الصامتة، لا يظهر على الشخص أعراض في بدايات المرض، خلينا نقول على الأقل، لذلك تجدين الشخص راح للمستشفى عمل أشعة أو تحليل وبالصدفة وجد عنده مشكلة في الكلى، خصوصا لما نتكلم عن حصوات الكلى أو أورام الكلى لا سمح الله. بمجرد أن يصل تدهور الكلى إلى مراحل معينة تبدأ بعض الأعراض في الظهور. أول الأعراض وأهمها هي خمول وكسل دائم، زي ما قلنا سابقا أن الكلية لها دور في إنتاج كريات الدم الحمراء، الكسل والخمول هذا ناتج عن فقر الدم، أيضا يكون هناك تجمع سوائل في الرئتين وبالتالي ضيق في النفس، تجمع سوائل في الوجه وفي الأرجل، كثرة التبول أعزكم الله، وأحيانا كمية البول تكون قليلة جدا، أحيانا في بعض الحالات يصاحبه دم في التبول، فقدان في الشهية، نقص في الوزن، في حالات لا سمح الله الأورام يكون فيه أحيانا وبنسبة قليلة بعض الآلام في منطقة البطن. تقريبا هذه أهم الأعراض، ولكن بشكل عام أن أعراض مشاكل الكلى تكون صامتة حتى تتقدم في المشكلة، إلا إذا حصلت مشكلة حادة مثلا للكلى كإصابة معينة أو ارتفاع حاد في وظائف الكلى، هنا تبدأ أعراض أخرى ممكن نتكلم عنها شوي. طب دكتور خلينا نتكلم عن الناس المعرضين أو الأكثر عرضة للإصابة بقصور أو أحد الأمراض اللي ذكرتها قبل شوي، مثلا عندك مرضى السكري. ممتاز. مثلا تفضلت قبل شوي ذكرت شيء عن الضغط أنه لها علاقة مباشرة بالضغط، هل هذول ممكن لازم أنهم ينتبهون أكثر على أنفسهم ويسوون فحوصات دورية؟ سؤال جدا جدا ممتاز. بالنسبة للأمراض وخصوصا عندنا في المملكة العربية السعودية التي لها علاقة وديدة في أمراض الكلى، السبب الأول والرئيسي عندنا هو مرض السكر بنسبة تكون 40-50%. السبب الثاني يليه أحيانا تكون أسباب غير معروفة، ولكن الضغط منافس شديد للسكر في مشاكل الكلى. الأشخاص اللي لديهم تاريخ مرضي في مشاكل الكلى مثل حصوات أو أورام لا سمح الله، الأشخاص اللي لديهم أمراض عائلية في العائلة مثلا بعض الأشخاص لديهم مشاكل معروفة بالكلى، أيضا الأشخاص اللي لديهم تكيسات في الكلى، الأمراض المناعية بشكل عام كالذئبة الحمراء واعتلال الIGA، هذه كلها برضو منتشرة عندنا. هذول الأشخاص لا ينصح أنهم يعملون فحوصات دورية متابعة مع الطبيب، ننصح دائما بالفحوصات من 3-4 مرات في السنة. أما الأشخاص الطبيعيين اللي ما عندهم مشاكل، ما في توصيات عالمية محددة تقول والله الشخص هذا بالعمر هذا ممكن يعمل تحليل وظائف الكلى، فقط الأشخاص اللي ذكرناهم يعتبرون عالي الخطورة لمشاكل الكلى. نعم. ذكرت يا دكتور ارتفاع وظائف الكلى. نعم. هل هذا الارتفاع يعتبر خطر وكيف نعرف أن هناك فيه ارتفاع؟ تمام، سؤال جدا ممتاز. بالنسبة لارتفاع وظائف الكلى والفرق بينه وبين قصور الكلى، يعني أحيانا يصير لبس بين الناس، خلينا نوضح إيش الفرق بين قصور وظائف الكلى واعتلال وظائف الكلى. قصور وظائف الكلى نتكلم عن كفاءة الكلية، تقل كفاءتها، إذا قلنا كفاءة الكلية مثلا عملها 100% تنتقل إلى 90% و80%، هذا يطلق عليه قصور في الكلى. ارتفاع وظائف الكلى هذا معيار أو انعكاس من قلة كفاءة الكلية، يعني الكلية انتقلت من 100% إلى 90 أو 80% وبدأ ارتفاع وظائف الكلى. ارتفاع وظائف الكلى هذا يعتبر نذير مبكر أنه في مشكلة حاصلة عندنا في الكلى، وبالتالي يجب الانتباه إليها مبكرا ومعالجتها. هل ارتفاع وظائف الكلى خطير؟ نعم، يعني إذا تكلمنا على ارتفاع وظائف الكلى يعادله تجمع السموم في الجسم، تجمع السموم في الجسم قد يؤثر على جميع أعضاء الجسم، بداية في المخ والأعصاب، قد يحدث هناك تشنجات صرع، قد ينتهي الأمر إلى غيبوبة لا سمح الله، القلب البوتاسيوم قد يسبب اعتلال في وظائف القلب وبالتالي توقف القلب لا سمح الله، الرئتين كذلك ممكن يتجمع فيها السوائل وتتوقف عن العمل، الكلية نفسها حينما تتجمع السوائل فيها وتتجمع السموم
يقود هذا إلى توقف الكلية تماماً عن العمل، وممكن فقدان الكلية إحدى الكليتين أو كلاهما. طب إيش السبب إنه ترتفع هذه الوظائف؟ ممتاز. الأسباب يا إما أسباب مزمنة أو أسباب حادة. الأسباب المزمنة هي قصور وظائف الكلى زي ما تحدثنا عن سابقاً، إما بضغط أو سكر أو أمراض مزمنة. بالنسبة للجزء الحاد، هذا قد يحدث عند الأمراض، عند الأشخاص اللي لديهم عرضة أكثر من غيرهم لأمراض مثلاً مناعية على سبيل المثال. أيضاً يحدث كثير عند تناول بعض الأدوية، مثال المضادات الحيوية، عدم أخذ تلك المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب، وهذه رسالة مهمة، قد يقود إلى مشاكل وتدهور في الكلى. المسكنات 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 استخدامها، أصبحنا نشاهد الناس تأخذ من الصيدلية مسكنات لأن عنده ألم ويستمر على هذا المسكن، ممكن أخذها فترة مؤقتة بسيطة لا يضر، ولكن استخدامها بجرعات كثيرة فترة طويلة قد يضر الكلى. لو بنقسمها تقسيم عشان يعني نوضحها للمشاهد ونبسطها، نستطيع تقسيمها إلى أسباب ما قبل الكلى، الكلى وما بعد الكلى. ما قبل الكلى أي مشاكل في القلب، الدم يتوجه من القلب للكلى، فأي مشاكل في القلب يقلل وصول الدم للكلى وبالتالي ارتفاع وظائف الكلى. الجفاف بشكل عام، ما في سوائل، ترجيع، إسهال مزمن، حروق، بعض المرضى اللي لديهم حروق عافانا الله وإياهم، هؤلاء كلهم عرضة لارتفاع وظائف الكلى الحاد. بالنسبة للكلى الأمراض المناعية أكثر شيء، المسكنات والمضادات الحيوية. ما بعد الكلى أي تسكر في مجرى البول عزكم الله النازل من الكلى قد يسبب ارتفاع في وظائف الكلى، سواء حصوات الحالب، تضيقات في الحالب، تضيقات في مجرى البول، تضخم البروستات الحميد عند كبار السن، كلها تلك الأشياء قد تسبب ارتفاع في وظائف الكلى ارتفاع حاد. دكتور قلت شيء صراحة استوقفني بس ما كان ودي أقاطعك، له الحروق، حروق إيش؟ حروق الجسم. الجسم؟ نعم، أحياناً الأشخاص اللي يتعرضون للحروق خصوصاً لما تكون نسبة الحروق في الجسم كبيرة يفقدون سوائل، يفقدون سوائل من تلك الحروق، وبالتالي حتى لو كانت الحروق قديمة؟ لا مش الحروق القديمة، لا ما نتكلم، نتكلم عن، إحنا نتكلم عن ارتفاع وظائف الكلى الحادة الآن. نعم. يعني الحروق القديمة ليس لها علاقة أبداً. أوكي. فتم علاجها وتم معاينتها سابقاً، لكن الشخص اللي تعرض الحريق لا سمح الله وجال المستشفى هذا أكثر عرضة من غيره أن يكون عنده ارتفاع في وظائف الكلى. السبب الرئيسي فقدان السوائل بسبب ذلك الحر. هذه معلومة صراحة جميلة ويعني ما جت في بالي نهائيا. طيب دكتور خلينا نرجع نتكلم عن مجتمعنا اليوم السعودي. نعم. إيش هي أكثر مشاكل الكلى اللي يتعرض لها المواطن السعودي أو في مجتمعنا بشكل عام وليش؟ نعم، سؤال ممتاز. بالنسبة للمملكة العربية السعودية أكثر المشاكل الكلوية اللي عندنا الحصوات تأتي بالدرجة الأولى بمعدل تقريبا من 15 إلى 18%، معدل العالمي تقريبا 15%، نحن أعلى قليلا من الرقم العالمي بسبب حرارة الجو والجفاف عندنا. قصور الكلى، تكيسات الكلى، هذه كلها أمراض منتشرة عندنا. أسبابها الرئيسية زي ما ذكرنا سابقا السكر اللي يعتبر منتشر عندنا، الضغط، وأيضا السمنة لها دور، والأمراض الوراثية بشكل عام قد تزيد تلك الأسباب. خلينا نتكلم عن بعض المأكولات وعلاقتها بالحصوات، لأنه في كثير ناس يعانوا من حصوات الكلى، وحضرتك طبعا في حساب يعني نشر تغريدة ذكر فيها 5 أضرار يسببها التناول الزايد للكاتشب منها حصوات الكلى، ما رأيك في هذا الموضوع؟ بالنسبة للكاتشب يعني ننتهي بآخر السؤال. الكاتشب لا علاقة له في حصوات الكلى بتاتا البتة، هو بريء تماما. أعتقد أنه تم استنتاجه بناء على أن الكاتشب يحتوي على مادة الأكزيليت، ومادة الأكزيليت معروفة أنها تكون حصوات، لكن طيب يعني في علاقة في الموضوع؟ في علاقة، بس ما تكلمين مادة الأكزيليت الموجودة في الكاتشب. نعم. ضئيلة جدا على أنها تسبب حصوات في الكلى. نعم. ببساطة يعني أكلات كثيرة في مجتمعنا موجودة فيها مادة الأكزيليت، لكن حنا بنتكلم الآن عن على الشق الأول من سؤالك، الأغذية أو الأكلات اللي ممكن تضر الكلى أو ممكن تسبب حصوات. الأول شيء الملح، يعني حنا تكلمنا بالملح،
الملح جدا يعني من مضر للكلى بشكل عام، مسبب للحصوات، فدائما ننصح بالتقليل منه. ودائما أنا أقول التقليل لا يعني الامتناع. اثنين، اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء مضرة للكلى بشكل عام، مسبب رئيسي للحصوات، والتقليل منها مفيد جدا. ثلاثة، تكلمنا على موضوع الأوكزاليت. الأوكزاليت موجود أصلا داخل جسمنا، فيفرز بشكل كبير من جسمنا. بالأكل بشكل عام قليل جدا، لكن في مأكولات معينة موجود مادة الأوكزاليت فيها أكثر من غيرها. لذلك ننصح المرضى اللي عندهم بالذات حصوات في الأوكزاليت، نقول لهم قللوا منها. الأكلات هذه أول شيء الشاهي، إحنا نشرب شاهي كثير. الأوكزاليت في الشاهي موجودة بشكل الشاهي كبير. كيف يا دكتور؟ أهم شيء القهوة. لا، القهوة ما فيها أوكزاليت. طب الحمد لله طمن. الشاهي يعني هو اللي أكثر. بس بالنسبة للأوكزاليت، الشوكولات بشكل عام فيها برضو أوكزاليت. المكسرات والسبانخ، يعني احنا يمكن ما احنا حقين سبانخ كثير في مجتمعنا، لكن الشاهي والمكسرات والشوكولات يعني تعتبر يعني يمكن لا يخلو بيت من تناولها. والسبانخ ذكرت السبانخ، يعني تعتبر خضار يعني وشيء مفيد لنا المفروض. بس احنا نتكلم على مثلا عنصر معين، لما نتكلم على مثلا مادة الأوكزاليت، يعني مثلا خلينا نجيك على سبيل المثال البيض. مثلا البيض صحي ومفيد جدا، لكن لما تجين لمرضى الكلى او مرضى قصور الكلى ينصحون دائما باستخدام بياض البيض وليس صفار البيض. ليش؟ لان صفار البيض موجود فيه ماده الفسفور اللي قد تتجمع في الكلى وتسبب ضرر. قلنا ماده الأوكزاليت. النقطه المهمه ايضا في حديثي احب اني انوه عليها، الفيتامينز. يعني اصبحنا نرى ان الناس تاخذ المالتي فيتامينز هذه بدون أي وصفة طبية. فيه اثنين فيتامينز مشهورة كثيرا أنها تسبب حصوات الكلى، فيتامين سي وفيتامين دي. أخذهم بجرعات كبيرة دون استشارة الطبيب قد تكون مسببة للحصوات، وقد تكون حتى لو الشخص عرضة للحصوات قد تزيد نسبته، خصوصا الأشخاص اللي لديهم حصوات. النصيحة الأخيرة بموضوع الأكل والأشياء هذه أنا حبيت أني أنوه عليها، اللي هي الأعشاب. يعني برضو مع الفيتامينز، إحنا شفنا ناس تأخذ أعشاب بدون استشارة، دون معرفة مصدر الأعشاب هذه أو حتى أعراضها. في يا جماعة الخير أعشاب قد تسبب أورام في المسالك البولية والكلى، في أعشاب تسبب حصوات، في أعشاب تسبب فشل كلوي حاد بدون ذكر أسماء، لكن في أعشاب معروفة يأخذها الشخص لاستخدام لأي استخدام، ولكنها موجودة ومعروفة وحتى مسجلة أنها تضر الكلى وتضر المسالك بشكل عام. تقريبا هذه الأكلات اللي ممكن نستطيع أن نقول أنها تسبب ضرر للكلى. دكتور، سؤال أخير وعلى السريع لو نقدر نجاوب، لأنه كثير هذا السؤال يتراود ما بين الناس. أنا أعرف إجابته لأنه حكينا تحت الهواء، لكن موضوع الموية، موضوع الصوديوم اللي في الموية، ياليت تكلمنا عنه. وهل فعلا إذا شربت هذا البراند وما شربت هذا البراند، أو أخذت هذه الموية ومو هذه الموية، ممكن أنها تسبب لي حصوات أو مشاكل في الكلى إذا كان الصوديوم فيها مرتفع؟ بشكل عام إحنا دائما نقول الموية هي الموية، يعني ما فيه مويه معينه ننصح فيها اشرب المويه هذه، سواء نسبه الصوديوم. بعضهم حموضه المويه تكون مثلا البي اتش حقه 8 أو 7.5 والى اخره. جميع المويه بالذات اللي عندنا في المملكه العربيه السعوديه تخضع لستاندرد معين، كلها لا فرق بينها سواء في تكوين الحصوات او في مشاكل اخرى. الرساله هنا اشرب ماء، سواء الموية ألف أو الموية باء، يعني ما تفرق. ممتاز دكتور سعد الرشيدي، شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. أنا سعيد بهالاستضافة وأتمنى أن قدمنا مادة مفيدة، وشكرا لكم. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل، سيدة سعودية تبدع في صناعة الدمى اليدوية.
ضيفتنا اليوم عشقت مجال الحياكة والمشغولات اليدوية وتنوعت في نماذج الكروشيه بين الدمى والميداليات وغيرها من القطع واللي لاقت رواج كبير. يسعدنا اليوم مشاهدينا نرحب فيها معنا بالاستديو للتعرف أكثر عن هذا المجال الأستاذة خلود المالكي، صانعة دمى يدوية بالكروشيه. أهلا وسهلا خلود. هلا والله، نورتينا. كمان شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. يعني شوفوا يا جماعة، شوفوا الدبدوب، من كده شوفوا الكيات، أنتم مستوعبين أنه هذا خلود هي مسويته؟ يعني يعطيك العافية خلود. أو شيء كلمينا، كيف دخلتي هذا المجال؟ والله للأمانة أنا في البداية ما كنت عارفة أنه أنا أصلاً عاجبني هالمجال أساساً. دخلت من المرحلة المتوسطة، كان بالصدفة للأمانة، دخلت محل كان مليان صوف أوكي. وعجبتني الألوان وكذا حبيت أني أشتريها، وأنا ماني عارفة الصراحة إيش يسوون فيها الناس. فلما رجعت البيت اتعمقت على اليوتيوب على الإنترنت، لما وصلت لهالمرحلة أنه اكتشفت أن الناس يصنعون فيها الدمى، مو بس الملابس وهالأشياء. الله. عشان توصلي لهذه المرحلة ولهذه الدرجة من الاحترافية، يعني من مجرد أنك شفتيها ما كنت تعرفي عنها شيء، اليوم واصلة لمرحلة عالية من الاحترافية، كم سنة أخذ منك الوقت؟ والله للأمانة أنا بدأت من سادس ابتدائي، ولكن بدأت بأشياء بسيطة جدا مثل الأساور اليدوية، وبعدين بدأت أسوي أشياء زي فقط أشكال، ما هي دمى أو شيء زي كذا، لا فقط مربعات، نجوم، أشكال زي كذا بسيطة جدا، وكل سنة الحمد لله تتطور لين وصلت للدمى. يعني خلينا نقول كم سنة عشان ما شاء الله وصلت كذا؟ الحمد لله 10 سنوات وأكثر. ما شاء الله. الله، يعني توك أنت واضح عليك صغيرة خلود، يعني الله يعطيك الصحة والعافية. وحلو لما نشوف يعني موهبة جديدة. للأمانة أنا أول مرة أشوف واحدة من بناتنا تخصصت في شيء out of the box، يعني شيء جديد مو مكرر. هل في علاقة بين اللي أنت قاعدة تسوين الجمال والكياتة هذه كلها وتخصصك في الجامعة مثلا، أو تخصصك؟ لا الصراحة أنا تخصصي بالجامعة لغات وترجمة. أوكي. والدمى ما لها علاقة أبداً باللغات ولا الترجمة. هواية. اي بالضبط. حلو. طيب متى قررتي قلتي أنا الآن واصلة لمرحلة ممتازة، الناس عاجبهم شغلي وصحباتي وأقاربي، خليني أحول هذا إلى بزنس على أرض الواقع؟ لما كنت أصلح هذه الدمى كنت أصورها وأنزلها على حساباتي بالسوشيال ميديا، فقط أنه أوري صحباتي والناس اللي يقربون لي هذه الأشياء. بس بعدين اكتشفت أن الناس كثير يطلبون يشترونها مني، ناس كثير يفضلون لما يهدون هدية لشخص يحبونه أنها تكون مصنوعة يدوياً. فقلت ليش لا، إذا الناس عاجبهم وهالمجال يعني ما شاء الله موجود بالسعودية بس مو بكثرة، فقلت شيء كويس صراحة. تميز، تميز بالفعل طبعاً. طيب إيش الأدوات اللي تستخدمينها يعني غير يعني ما هذا وش اسمه كروشيه؟ الصوف. أيوة الصوف. طيب كلمينا على الأدوات، يعني أنا شايفة هنا في عيون، في حواجب، وفي خشم صغير ومحشوة كمان. كلمينا أكثر، أعطينا تفاصيل. الصراحة الأدوات مرة بسيطة، هي بس تحتاجين الصوف والسنارة. الباب كله صوف، يعني حتى الحواجب والخشم كلها بالخيوط. يعني أنت تخلصينها، أنا ودي أستوعب، يعني أنت تخلصين الدبدوب بعدين تحشينه ولا وأنت تسوينه؟ لا لا، وأنا أشتغل يعني على ما أشتغل لازم أحشي، لأن بالنهاية نقفله، يعني لما أخلص من الدمية كاملة تتقفل، فلازم تكون الحشوة على يعني وأنا أشتغل بنفس الوقت. أوكي. طب كيف يعني مثلا زي هذا الدب تسوي اليدين لحالها ورجول لحالها بعدين تركبيهم على بعض، ولا هي كلها قطعة واحدة مشغولة؟ على حسب الدب اللي معك، لا كل قطعة لوحدها، في أشياء ثانية لا تكون كلها قطعة واحدة كاملة من البداية إلى النهاية. زي الأرنوب اللي جنبك، أنا شوف لابسة فستان بعد كاش، ما شاء الله الأرنوب. يعني هذا وين يدبوه صح؟ لا هذا الدببة الثلاثة صح؟ ايوه صح، الثلاثة اللي يجوا معه. انا اتابع كرتون اكثر منك يا مها. هذا رجوله متصلة مع الجسم ويدينه متصلة والراس متصل، بس اللي معك لا، انه كل شيء منفصل لحاله، فيفرق من الشكل. هذا ذكرني في فيلم يا جماعة اسمه تيد. ذكرني بتيد. بس تيد مصغر. الصراحة مرة حلو. طب يعني الناس، يعني مثلا الحين أجيك أقدر أقولك مثلا خلود اسمي، أنا ذكرتي موضوع مرة حلو اللي هو هدية. يعني حلو أن الواحد يعطي شيء مميز ما حيصير منه نسخة ثانية نهائي. هل ممكن أجيك أقولك أبغى شيء بس على أكبر، أبغى حجم أكبر؟ قد نفذتي شيء كذا كبير شوي؟ إيوة، الأحجام تختلف على حسب الصوف، يعني في مثل هالصوف يكون أصلا حجمه كبير أوكي، فالدمية تطلع كمان كبيرة
عكس الصوف اللي يكون مرة صغير، نحيف الصوفة نفسها يطلع الشغل أصغر، بس على حسب الطلب طبعا. يعني وعادي تسويه يعني ما عندك مشكلة لله. كم تأخذ منك وقت؟ يعني مثلا خلينا نأخذ هذا مقياس الحين، هذا نتفة صغير كم يأخذ منك وقت؟ وكمان تفاصيله قليلة جدا، يعني ما في تفاصيل كثيرة، مو بلابس فساتين ولا شيء، تقريبا 5 ساعات بالكثير. ما شاء الله. واو. طيب خلينا نتكلم عن الإنتاجية اليوم. أنت أصبح عندك مجال عمل ومعتمدة عليه وما شاء الله في إقبال من الناس، كيف بتقسمي وقتك؟ كيف يعني، هل كل يوم بتصنعي قطعة ولا عندك جدول مثلا شهري أو أسبوعي، ولا على حسب الطلبات اللي تجيكي؟ على حسب الطلبات، يعني في مرات تكون الطلبات ضغط جدا فلازم أشتغل بشكل يومي، لازم كل يوم أطلع دمية كاملة. ما تجهزي شيء على جنب؟ لا لا لا، كنت في البداية صراحة أجهز شيء وأنتظر أحد يجي يشتري، بس لاحظت إنه الناس يبغون حسب الطلب، يعني يجون يحصلون الموجود يقولون لا ما نبغى هاللون نبغى هاللون، فبطلت هالحركة وصرت على حسب الطلب، يعني اللي يطلبونه أنا أصلحه. يعني ما شاء الله عليك، قبل شوي حكيتي لنا في البداية وأنت تحكي لنا قصتك، قلتي إنه أنا يعني تدربت عن طريق يوتيوب وإلى آخره، فتدربت ستيب باي ستيب. ما في أحد اليوم يجيك سواء من صحباتك أو على السوشيال ميديا أو ناس تعرفينه أو لا يقولون لك خلود علمينا نبي نتعلم زيك، تجيك؟ إلا والله تجيني، وكثير حتى بالسوشيال ميديا يطلبوني دورات، ولكن للأسف ما تفرغت عشان أنا للحين أدرس، فما حصلت لي فرصة صراحة أني أسوي دورات. ولو حصلت لك فرصة ممكن أنت تسوين هالشيء؟ أكيد بإذن الله. يعني تحبين تعلمين؟ إيه والله أطمح تعطين للأمانة. الله، إيه أكيد، وأنا أول واحدة، أنا أول طالبة بجيك يا حبيبي. يعني أكيد في بنات في أطفال في كبار يحبوا إنهم يتعلموا حاجات لطيفة زي كذا. طيب أنت تكلمت عن الأدوات، الصوف الكبير والصغير، كيف تحكيهم؟ عندك السنارة ولا أبو سنارة واحدة ولا كيف؟ لا هي سنارة واحدة، أنا الحين عندي نفس طريقة الكروشيه ولا نفس طريقة التريكو أكثر؟ لا لا لا، كروشيه، هي كروشيه. أوكي. ولكن هذه هي الأدوات، السنارات. هذه السنارات متنوعة يعني في مقاساتها وفي أحجامها. أيوة. عشان لأنه كل نوع صوف له حجم مختلف من السنارة، يعني أنا صعب إني أستخدم صوف عريض مع سنارة صغيرة، أو سنارة كبيرة مع صوف صغير، بيطلع فيه فراغات وما في تناسق بالغرز. مزبوط. فلازم كل صوف يكون معه سنارة مناسبة له. طب ورينا، ورينا جايبة معك، أنا شايفة ميدالية، ورينا الأشكال اللي تسويها. هل بس حيوانات؟ طبعا حيوانات أكيد شيء، يعني شوفوا يا ناس إيه ده. الله. يعني في أحلى من كذا؟ وفيهم كريم. إيه. هذا طلب خاص. طيب خليكي مسكته شوية. طيب يا ناس شوفوا البقرة كيف تجنن. معها كوب قهوة. ومعها قهوة، يعني إيش؟ من فين تجيب الأفكار؟ وبردانة بعد يا ريم، لابسة سكارف لو سمحتي. تجنن. من فين تجيب الأفكار؟ إنه من فين، كيف تجيب الرسمات دي والأفكار؟ أنت ترسميها أول ولا مستوحاة من شخصيات كرتونية؟ الصراحة قبل أفتح البزنس كانوا أخواني الصغار يارا ومالك كانوا يتفرجون أفلام كرتون فيعطوني هالشخصيات وهالألوان ونسوي كذا سوي كذا، بس الحين بعد البزنس إنه طلبات، يعني تجيني واحدة تقول هالشخصية عجبتني أو هالرسمة أبغاها تكون دمية، فهذه صراحة كانت طلب خاص مو أنا اخترعتها للأمانة. والكوالا كلها صراحة ورينا، نبغى الناس يشوفوا أكثر، ورينا ورينا قبل ما نختم معاكي، يعني كلها جميلة جدا جدا وكيوت، وهدية جميلة للمواليد للأطفال، يعني حاجة مميزة جدا صراحة. خلود ديك العافية، مرة الله شيء يعافيك. يعني نتمنى لك التوفيق ونتمنى انك تسوي دورات تقدميها عشان يتعلموا الناس اللي حابين يتعلموا هذا الفن الجميل جدا. ديك العافية خلود. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل، في عصر التمكين والمساواة، هل تقبل العمل تحت إدارة امرأة؟ مما لا شك فيه أننا الآن نعيش عصر التمكين والمساواة والفرص اللامتناهية لكلا الجنسين، ولكن يبقى لدى البعض القليل جداً تخوف من العمل تحت إدارة النساء. فهل تقبل العمل تحت إدارة سيدة؟ طبعاً هذا السؤال موجه للرجل وللمرأة، وهذا كان سؤالنا أكيد مع زميلنا مبارك الكويكبي في قول رأيك. خلينا نسمع إجاباتكم. إذا كان يعني الموضوع عادل ما في ظلم في العمل أو شيء زي كذا عادي، ما في أي مشكلية، أهم شيء يعني العدل في الموضوع، فهم؟ والله يا أخي بس أنا أشوف إنه الرجال أفضل صراحة في التعامل، يعني إيه ليش لا؟ أكيد والله ما في إشكالية، إلا إذا كان على حسب، يعني إذا كان في فروق وفي مهام أديتها صح
ما في إشكالية يعني. لا ما أقبل. إدارة المرأة أحسها متخبطة، ما عندها اطلاع تام بالقرارات والتعاميم، دائما إحنا نرجع لإدارة الرجل، حتى لو أنا رئيسي مرأة هي بترجع لرئيسها اللي فوق منها اللي هو الرجل. لأنه الإمرأة ممتازة في تكون مانجر، مسؤولة وليدر، يعني أتوقع أن بالعكس بكون فخورة كمان كمرأة قيادية تكون على الحريم زي ما تقول، تمام، لكن على الرجال لا، أنا أفضل الرجل صراحة. إدارة المرأة متخبطة ولا تعلم وليست ملمة بالقرارات. عزيزتي لا يوجد امرأة تمسك منصب قيادي ورئاسي وتكون مديرة تحت إدارتها ناس إلا إنها كفو إنها تصل لهذا المنصب، إلا أنها عدت بالكثير من المراحل، إلا أنها تمتلك جميع الخبرات والمهارات اللي تؤهلها لقيادة إدارة عامة. لكن خلينا نسأل مها، إيش رأيك في تعليقات الناس بصفة عامة وبعدين كمان أعطينا رأيك يا مها؟ إحنا نحتاج نمدد في الحلقة شوية عشان نتناقش الموضوع يا ريم، ما راح تكفينا ساعة. لكن أنا بقول لك بشكل مختصر، شوفي المرأة اليوم أثبتت وجودها مو بس على مستوى المملكة، مو بس يعني أنا ما أتكلم عن المرأة السعودية عشان ما يقولون هذه متحيزة، أنا أتكلم عن المرأة على مستوى العالم. نعم. في كل دول العالم لما تمسك منصب على قولتك تثبت نفسها، لأنه دائما ما تشعر المرأة أو أغلب الأحيان ما تشعر عشان ما أعمم أنها يعني مهددة بالرجل من ناحية القيادة وكثير. ليش؟ وغصبا عننا، لأنه دائما ما نسمع كلام من بعض الشخصيات اللي يقول لك أنت ما تقدرين، أنت يعني ضعيفة، أو أنت مو بقوة الرجل أو مو بحكمة الرجل وإلى آخره. طبعا الدراسات وش تقول؟ لا كلامي ولا هو رأيي، الدراسات تقول لك أنه المرأة عالميا هي أكثر انضباطا بالقوانين وأكثر خلنا نقول تحكيما فيما يخص يعني موضوع العدل، وأنها ما تنحاز لأحد بطريقة أو بأخرى. بالعكس، وهذا كلام واقعي وأنا أتفق معه 100%. ولكن أنا عشان كذا أقول لك يبغالنا حلقة كاملة، لأنه في بعض الأحيان وما هو مسألة، أنا ما أعتقد أن المسألة مسألة مرأة أو رجل قد ما هو عدل. يمكن أول شخص في قول رأيك قال كلمة حلوة، قال أهم شيء العدل والمساواة وأنها ما تكون يعني فأنا مهنية، خلينا نقول مهنية 100%. فمهنيا أنا أشوف المرأة مهنية أكثر من الرجل بمراحل. نعم. في القيادة وإلى آخره، وتبغى تثبت أنها هي قد هذه المسؤولية قدر المستطاع، لأنه اللي ينقال برا وشوشرة وكلام المجتمع والناس عالميا نرجع أقول ممكن أنه يأثر عليها، فهي تبي تثبت العكس. صح. ولكن في بعض الأحيان لما تكون المرأة مثلا متأثرة بشيء معين أو عاطفية بزيادة ممكن أنه يأثر عليها، ممكن ممكن صراحه حتى الرجل ممكن. يعني حتى الرجل، أنا أقول الرجل اكثر عاطفي. انا اقول لك حتى يعني انا قاعده اقول مو المراه، يعني احنا يمكن عشان موضوعنا المراه، بس انا قاعده اقول لك ما يهم رجل او مراه، ممكن انه ياثر على اي شخص، على اي شخص. فانا ما اشوف انه المراه تنفع ولا ما تنفع، ولا الرجل ينفع ولا ما ينفع. بشكل عام المراه مهنيا اكثر واقوى من الرجل بشكل عام، ودراسات، هذا كلام دراسات مو كلامي. لكن في النهايه انا اقبل انه انا اعمل أو يكون مثلاً مديري أو مديرتي شخص فاهم مهني قائد قبل ما يكون مدير أو قبل ما تكون مديرة. أنا أتمنى أنه أنا يكون الشخص اللي أنا أشتغل معه قائد بس. يعني ما عندي كلام زيادة أزوده عن كلامك، ما كلامك صحيح واتفق مع وجهة نظرك. أنا لا يفرق معي الجنس، سواء مرأة أم رجل، بما أنه بيدي دوره بشكل صح وبشكل عادل. مع أني أشوف أنه أحياناً يكون الرجل عاطفي أكثر من المرأة، المرأة فيها صرامة أكثر، الرجل فيه مرونة أكثر. ممكن هذا ترى سلاح ذو حدين، يعني إنما يكون مديرك أو قائدك مرن شوية ممكن عملك يحتاج هذه المرونة لتفاهم، لكن تجيكي بعض السيدات تكون عشان الأسباب اللي ذكرت
تأتيها عشان لا ينقال عنها أنها عاطفية، تكون حازمة وصعبة وما عندها مرونة. فبعض الناس يقول لك قيادة المرأة جدا صارمة كده ألف باء تاء، يعني مرة شديدة في القوانين وشديدة في تطبيق كل حاجة، ما فيش هذه المرونة. ما أشوف في فرق، بالعكس المجال مفتوح للجميع. أعتقد هناك يمكن أنا وإنتي ما تفرق معانا مها لأننا سيدات، لكن أتوقع الجديد على الرجال أو مجتمع الرجال أنه قيادة مرأة مديرتي في العمل هذه جديدة عليهم شوية. هذه هنا يبدأ التخوف زي ما شفنا في التعليقات، يعني بعضهم يقول ما فرقت، لكن البعض الثاني ما يتقبل هذا الموضوع. كيف مرأة قائدة، كيف تديني أوامر أو توجيهات، وكيف أنا يعني أجي أستأذن؟ يعني يمكن صعبة عليهم، ولكن إحنا في زمن الدنيا تغيرت ولازم ننظر لهذه الأمور بمنظار العدل والمساواة، وإنه عادي هذا مجال عمل، فإحنا احترافيين ومهنيين، ما تفرق إذا كان سيدة أو رجل. وفي النهاية يعني الصراحة ما يصح إلا صحيح، والإنسان الكفو كفو صح، والإنسان اللي خلنا نقول يشتغل على نفسه يشتغل على نفسه، رجل امرأة صغير كبير شهادة من غير شهادة أنا ما يهمني، أهم شيء أنه أنت تثبت نفسك وأنه أنت يعني تفرض احترامك على الجميع وتحترم الجميع، وهذا هو الشخص اللي إحنا نتمنى نشتغل معه كلنا. صحيح. أتوقع صحيح. طيب ريم، بما أننا قاعدين نتكلم عن إدارة المرأة واللي يمكن يكون لديها قوة تحمل وصبر وإصرار وعزيمة تفوق الرجل بمراحل، خلينا نستدل بقصة راح نستعرضها لكم مشاهدينا في هذا التقرير. اللي سيدة رغم مرضها بعد وفاة زوجها، واللي مرض طبعا ابنها، أنها شافت المصاعب ومصاعب الحياة وتحدثها في بسطة بسيطة جدا أمام منزلها بالأكل الشعبي لتشتهر في مدينة صفوفة ببسطة أم علي، شعارها لا يخجلني العمل حتى ولو كان بسيط. خلونا نتابع. طبعا الحياة فيها مر وفيها حلو، المر هذا لازم نتغلب عليه. والله ابتديت مع الكش صار لي 4 سنين، صارت الظروف شوية صعبة، فطبعا مرضت، صار لي فشل كلوي، فجلست سنة ونص وانا اغسل. فبعدين تبرعت لي بنتي، فالحمد لله لما تبرعت لي بنتي صرت يعني أشوى، صرت الحين أقدر أشتغل، فأكافح عليهم 5 أشخاص عندي، أولاد 2 و3 بنات، ما في إلا أنا. زوجي توفى صار لي هالحين 5 سنين. أول شيء طبعاً أول ما ابتديت قاعد طلعت الشارع، قاموا الناس يتكلموا كيف حرمة قاعدة تشتغل، تسوي بطاطس، تسوي سمبوس، يعني قاموا يعني يتكلموا علي واجد. طيب وش أسوي بعد؟ الظروف يعني حكمت أنني أقدر أنني أشتغل، يعني زي ما تقول يعني كل شيء غالي، ما أقدر، يعني الحياة وايد وايد صعبة، فما عندي أحد يشتغل، ما في إلا أنا. يعني أنا جالسة أشتغل وكل شوي أشرب علاجاتي، علاجات الكلى، الكلى طبعاً ما أقدر أخلي العلاج ولا دقيقة، كل شوي أشرب علاج، كل شوي أشرب علاج، على الله على هالعلاج. فالحمد لله صار الحين يعني صار عندي الإقبال أكثر من أول، يعني أكثر شيء أنا أسوي الشغل، يعني أبتدي من الظهر أبتدي الشغل، خلاص أسوي العجينة السمبوس، أسوي الشباتي، أسوي هذا كله أبتدي فيه، وبعد الصلاة أنزل. ظلينا نصارع بالحياة صعوباتها في الحلو في المر إلينا كبرنا الحمد لله، خلصنا الثانوي وبعدها الوالدة فكرت أن تفتح المطبخ هذا الكشك. اشتغلنا، أصيبت بمرض فشل كلوي واستاءت نفسيتنا جدا، يعني بعدها تبرعت لها بالكلى الحمد لله ورجعت للحياة من جديد.
طبعا هذه دعوة لجميع سكان صفوة ليجربون بسطة هذه السيدة واللي احنا جدا فخورين فيها، واكيد نشكر زميلنا حسين الحميدان على هالتقرير الجميل والملهم. مشاهدينا فاصل قصير وبعد مكملين. بعد الفاصل، هوس النساء في المكملات الرياضية وهل يسبب لهم الضرر؟ وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة تبحث عنها الكثير من النساء وحتى الرجال، لكن اليوم راح نتكلم بالنساء أكثر شيء وكيف نحصل على جسم مثالي بطرق سريعة وسهلة، لأن الجسم المثالي أكيد مهم عندنا كلنا، وصارت كثير من النساء تلجأ للمكملات الرياضية والهرمونات الذكورية في بعض الأحيان حتى تحصل على جسم مثالي، ولكن هل تسبب هذه الهرمونات بضرر؟ يسعدنا أن ينضم لنا في الاستوديو المدرب عبد الله الدباس واللي راح يحدثنا عن هذا الموضوع. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله. يا هلا، مساكم الله بالنور والسرور جميعا، حياكم الله. يعني الموضوع شائك، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين أصلا الناس اللي ما تدري عن الموضوع بشكل عام. موضوع المكملات الغذائية، النوادي، الحديد، التمارين بأشكالها وأنواعها. اليوم إقبال السيدة على النوادي كبير، لكن مو شرط أنه كلهم يسوونه بطريقة صح. كلمنا عن السيدات اللي حابين أنهم يوصلون للجسم المثالي والطرق المثالية لكل واحدة، إيش الخطوات؟ أنا الحين ما أعرف عن ولا شيء في النادي، ما أعرف عن ولا شيء عن الغذاء، وش أسوي؟ إيش خطواتي؟ جميل. أولاً أستهل الموضوع بقول الشاعر بني هوازن ولازم نطبقه علينا كلنا، اللي هو أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبيح الرشدة إلا ضحى الغدي. يعني يتكلم عن الناس اللي لما ينصحهم وبعدين للأسف ما يطيعون النصيحة، ومن ثم يشوفون النتائج سلبية وعكسية عليهم. اولا الاقبال الان على الانديه النسائيه جدا جدا جميل، ايضا في ظل الرؤيه الملهمه اللي اشارت ودائما تنوه على بند جوده الحياه. صحيح. اللي هو يهتم بصحه الانسان، فاصبح في اقبال كثير على الانديه الرياضيه النسائيه واللي تقريبا بلغ عددها اكثر من 513 نادي في مختلف ارجاء المملكه، فلذلك ولله الحمد اصبح الاقبال ممتاز جدا من النساء على الأندية الرياضية. ولكن أنت قبل لا تدخلين النادي الرياضي يجب أنك أنت تحددين الهدف اللي أنت رايحة له للنادي الرياضي. ممتاز. لا يكون موضة ولا يكون فقط مجرد أنه شخص قال لك تعال. هو كويس أن الإنسان مثلا يعين صاحبه أنه يقول له يلا خلينا نروح للنادي ورياضة، لكن لا تكون فقط ذهابك للنادي مجرد لأنك تتبع صديق لك، لا، يجب أن يكون لك هدف في صحتك وفي جمال جسمك من الأساس. نعم، يعني يمكن يختلف زي ما ذكرت الهدف من شخص لآخر. يعني بعض الناس يشوفوا ناس عاديين أصحاء أجسامهم كويسة في الجيم يقول لك أنت ليش تجي، يحسبوا أن الجيم فقط هو لإنقاص الوزن، بينما هو له أبعاد أخرى أهم من ذلك. ولكن زي ما ذكرت مها، نبغى نعرف الطريقة الصحيحة للبداية لما السيدة تشترك في النادي وقررت أنها تضع هدف مثلا لياقة وخسران بعض الكيلوات، ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الأجهزة أم الكلاسات أم استئجار مثلا مدرب شخصي؟ كيف الواحد يبدأ وكم مرة في الأسبوع المفروض جميل يكون؟ جميل جميل، سؤال جدا جميل ويحتاج إجابة تفصيلية عشان الكل ممكن يستوعب الموضوع. خليني أقول لك شغلة، أنت لما تحدد الهدف تبعك أول شيء يجب أنك أنت تروح للمكان الصحيح، للنادي الصحيح اللي يجيك المدرب الرياضي فيه وينصحك بكل إخلاص وأمانة. صحيح. أنا دائما أقول للناس توجهوا للمختص اللي ينصحك بكل إخلاص وأمانة، ما هو فقط الغرض منها موضوع تجاري. أنه خليني يعني معليش تعليق بسيط على موضوع التدريب الشخصي، صار استغلالي يعني. صح. مسكينة السيدة تدخل النادي الرياضي ولجل أنها تدفع عضوية، وبعد العضوية لا لازم تدفع أنها عضوية ثانية للتدريب. لا خلاص، أنت دخلتي النادي الرياضي ودفعتي عضوية، فمن حقك أنك أنت تستفيدي من جميع المرافق الرياضية في النادي وأيضا من جميع الخدمات. فلذلك أول شيء بعد ما أنت تحددين الهدف تبعك توجهي للمكان الصحيح اللي يعطيك جميع الخدمات بدون رسوم إضافية. هذا واحد. الشغلة الثانية، إذا كان مثلا هدفك زيادة اللياقة، كل اللي عليك فقط أنك أنت تهتمين أولاً بالأكل الصحي،
لأنه الأكل هو أعلى الهرم وهو طيب. الأساس. فإذا أنت ما استوفيت الشروط هذه خصوصا بالتغذية معناها أنت ما راح تستفيدين. صحيح. بعدها صدقيني أنا كمدرب رياضي أي شخص يجيني والله أني ما أختلف معاه في الجدول اللي راح أضع ليه ويمشي عليه، ممكن أني أكون دقيق في الأشياء اللي ممكن يكون ممنوع عنها واللي تتعارض مع صحته بشكل عام، لكن كهدف تقدر أنت تلعب رياضات الكلاسات الجماعية، تقدر تلعب رياضات الحديد واللي للأسف النساء مقلين جدا جدا فيها بسبب المعلومة الخاطئة والشائعة أنه والله أنا إذا تمرنت تمارين عضلات. نعم تمارين المقاومة معناها أنه راح يكون عندي عضلات مثل الرجل، وهذا الأمر بعيد تماما وبعيد عن الواقع، لأنه الهرمون الرئيسي اللي يتسبب في البناء العضلي اللي هو هرمون الذكورة هذا ما هو موجود في الإناث بالقدر اللي موجود فيه عند الرجال. فلذلك لا تشيلي هم انه وش الجدول اللي انا بمشي عليه قدر ما انك انت تتجهي للمكان الصحيح، ومن بعدها يبدا التخطيط لهدفك عن طريق الموظف او المدرب المختص اللي يشور عليك بالشور الطيب. طيب المكملات الغذائيه خلينا نقول استاذ عبد الله، الهرمونات الشيكس بشتى انواعها، من يقدر ياخذها ومن يحدد لي انه انا اخذ ايش، وهل هذا شيء مناسب لي؟ نفس الشيء اللي مناسب لي مناسب الريم، نفس اللي مناسب لنا مناسب لك والى اخره. جميل. كلمنا عن هالموضوع اكثر. جميل. طيب بالنسبه لموضوع المكملات الغذائيه وايضا للاسف استخدام الهرمونات في الوقت الحالي اصبح شائع طبعا بين الرجال وللاسف للنساء ايضا، بيني وبينك نقدر نسميه موضه. ممكن أنا شفت زميلي أخذ شيك، أخذ بروتين، أخذ أحماض، أخذ أي نوع من أنواع الفيتامين، مجرد السؤالي بس له أقول له وش اللي تأخذ، يقول لي والله الفيتامين الفلاني ولا المكمل الفلاني، خليني أجرب. صح. وانت ماشي، وللأسف هذا يعني ما يحسب الحساب على المدى البعيد، ممكن إنه هو يأثر عليك. أنت أول شيء الجسم فيه جميع المكونات الغذائية الرئيسية، المكمل الغذائي أنت ما تتوجه له إلا إذا فقط كان عندك فيه نقص. من اللي حدد النقص هذا؟ أخصائي التغذية. بعد أخصائي التغذية أيضا عندنا الطبيب بالتحاليل، التحاليل اللي تبين لنا مدى وجود أو كمية الفيتامينات اللي موجودة في الجسم. أيضا المدرب الرياضي ممكن أنه هو يحدد لك وش الأشياء اللي تحتاجها بناء على مستوى اللياقة عندك في النادي. لأن في مثلا مكملات تعزز من الحيوية للعضلة وتعطيك أيضا مدى في اللياقة، هذه أيضا ممكن المدرب يوجهك وينصحك يقول لك وش اللي أنت تأخذه. لكن نجي للموضوع اللي خلينا نقول عنه المحرم اللي هو استخدام الهرمونات، يعني هو له للأسف سلبيات جدا جدا كبيرة على الرجال فما بالك على النساء. يعني دائما يستخدمون هرمون الذكورة الرجال، وتجي الأنثى تستخدم هرمون ذكورة للأسف جميع الأشياء عندها. طبعا الموضوع طبي بحت وأكيد أهل الاختصاص راح يفتون فيه، لكن تلاحظ أن حياتها تغيرت 180 درجة. طيب وش اللي حادك؟ مجرد أن أنت شفتي ناس فقط يستخدمون الشيء هذا أنت فقط خلاص رحتي واتبعتي، أو أنك أنت مثلا في بعض النساء يكون عندهم سمنة وتقول لك والله أنا بستخدم الهرمونات عشان أنزل من الوزن، وش اللي حادك؟ أنت تقدرين بنظام غذائي متزن، برياضة جميلة، برياضة متزنة تقدرين توصلين للهدف اللي أنت تبغينه، وحتى لو كان على المدى البعيد ما ترمي نفسك في التهلكة وبعدين للأسف يعني تبدين تندبين حظك على اللي صار معك في جسمك. طب دقيقة لو تسمح لي عبد الله، الهرمونات اللي أنا عارفها هي أوبر. نعم. هل هي كلها أوبر ولا في حبوب ويعني على طريقة مشروب وإلى آخره؟ كلمنا عنها أكثر، وهل هي يعني ممنوعة؟ نعم. أو أنها مسموحة وتنباع في كل مكان؟ نعم نعم طبعا الهرمونات موجودة في السوق، طبعا هي مادة دوائية موجودة في السوق على شكل أبر وعلى شكل حبوب. أوكي. لها أصناف جدا جدا كثيرة. موضوع أن هي مشروعة لا طبعا، محرمة دوليا في كل مكان في العالم تناول المنشطات، يعني في بلاك ماركت. نعم يعتبر محرم دوليا على الرياضيين، هو يستخدم للعلاج في الطب ترى على فكرة، لكن على الرياضيين يعتبر محرم دوليا، وأصلا اللي يستخدمه يبدأ يتعرض للفحص ومن بعدها يتم العقاب عليه في جميع الرياضات بلا استثناء، سواء رياضة كمال الأجسام أو الرياضات الأخرى. فلذلك هو الموضوع أصلا بما أنه غير مشروع لكنك أنت تستخدمه وله آثار عكسية، لأنه للأسف استخدام الناس صار حتى للأشياء هذه صار مو تحت مظلة طبية. نعم. يعني الطب ممكن هو اللي يجي يرخص لك إذا أنت جسمك مثلا في نقص في هرمون معين
تتجه للطبيب عشان يوصف لك الهرمون اللي تحتاجه، أما أنك تأخذه من البلاك ماركت وللأسف النتائج عكسية تأثر عليك مستقبلا، سواء كنت رجل في الخصوبة أو سواء كنت مرأة في الحمل وما بعد ذلك. بالضبط، يعني الواحد لازم يسوي يأكل أكل صحي ويتمرن عشان إن شاء الله يحصل على نتائج. طيب بناء العضل، خلينا نتكلم إني أنا أبغى أبني عضل بشكل طبيعي وصحي، إيش هي الطرق المناسبة عشان أبني عضل؟ اولا تحديد التمرين المناسب اللي انت تحتاجينه، مثلا لما اجي اقول تعطيني الفحص تبعك اللي هو فحص الانبادي يبين الكتله العضليه عندك والكتله الدهنيه. بعدها ابدا احدد لك النظام الغذائي اللي انت تحتاجينه، اوصف لك كميه معينه من النشويات والبروتين والدهون تتناسب مع جسمك، اول شيء مع الفحص، تتناسب مع عمرك، تتناسب مع الحاله الصحيه. هذا سهل جدا. بعدها نتجه إلى التمرين. أنت قلتي لي أبغى أزيد الكتلة العضلية، معناها أني أنا لازم أزيد لك تمارين المقاومة اللي هي تمارين الحديد. ليه؟ لأن تمارين الحديد هي عبارة عن هدم وبناء، فمعناها أن أنت وسط التمرين راح تهدمين وبعدها مع الغذاء راح أيضا تأكلين عشان تقدرين تعوضين الأشياء اللي انهدمت، وفي نفس الوقت يصير عندك البناء العضلي. لكن نزيد ونكثف عندك تمارين المقاومة وأيضا زيادة الأوزان. يعني مثلا انت هالاسبوع هذا تمرنتي بخمسة باوند او ستة باوند، يجب انك انت الاسبوع اللي بعده تزيدين الوزن، ما ينفع انك انت تظلين على نفس الوزن لانه الجسم ما راح يستجيب معك. صحيح. هذا بالنسبه مثلا للناس اللي تبغى تزيد وزنها، تزيد في السعه تبع التمرين والوزن، ما تظل على وزن واحد. ايضا ترى حتى الناس اللي تبغى تنزل وزنها يجب ان هي تركز ايضا على تمارين الحديد، ولكن بطريقه اخرى، لانه العلاقه بين حرق الدهون والبناء العضلي علاقه طرديه، مجرد ان هذا يرتفع هذا ينزل، وهذا للاسف خطا يقع فيه الكثير من السيدات، ان هي تتجه للكلاسات الجماعيه. صح. الكلاسات الجماعيه اللي هي رياضات الزومبا والرقص الشرقي وغيرها، رياضه جدا جميله، هي الهدف منها انك انت تحرق دهون وسط الرياضه. خذوها قاعده، رياضه الكارديو انت فقط تحرق دهون وسط التمرين، بعدها خلاص جسمك يوقف. نعم. لكن رياضة المقاومة والحديد الحرق يظل مستمر عندك طول اليوم، لأنها عملية هدم وبناء مثل ما ذكرت لك. فهذه أنا نصيحة أوجهها للسيدات، جميل أنك أنت تروحين النادي وتتمرنين رياضات الزومبا والرياضات الجماعية، ولكن انتبهي فقط لا تقتصر رياضتك على رياضة الكلاسات الجماعية، يجب أن هي تدمج بين رياضة المقاومة اللي هي الرياضة بالتمارين الأوزان الحديدية وأيضا تمارين الكلاسات الجماعية. مظبوط. طيب في مصطلح يمكن دائما نسمع، مصطلح التنشيف، تنشيف انا قاعده انشف، انت شو تسوي؟ انا قاعده انشف. طب ليش مو قاعد تاكل كذا قاعد صحيح. فمصطلح التنشيف هذا يمكن جديد، مو الكل عارف ايش معنى التنشيف، اشرح لنا اياه، واللي حابين انهم يوصلون لهالمرحله او يطبقون التنشيف على اصوله بالطريقه الصحيحه بدون ما ياذون انفسهم كيف؟ جميل جميل. اولا مصطلح التنشيف هذا مصطلح احترافي شوي، يستخدمونه الرياضيين المحترفين. لما يكون مثلا الانسان عندنا انسان او انسانه رياضيين يضطر انه هو ينزل مستوى الدهون في جسمه الى اكبر قدر معين، وهنا تنويه، مستوى الدهون عند المراه يجب انه ما يقل عن 18% الى 23، وهذا للاسف الكثير من النساء، وايضا الكثير من المدربات ينصحون النساء يقول لهم نزلوا وزن الدهون عندكم. لا، المرأة المفروض أنها ما ينزل الوزن الدهون عندها، نسبة الدهون عن 18%، لأنها تأثر على حتى صحتها الأنثوية بشكل عام. نعم. هذا أول شيء. المصطلح الاحترافي اللي هو التنشيف، أنك أنت زي ما قلت لك تقلل مستوى الدهون بحيث أنه يبقى عندك كتلة عضلية واضحة بارزة أنت تستخدمها على حسب رياضتك. هذا هو معناه مصطلح التنشيف. الناس صار دارج عندهم لأنه هو فيه تنزيل لنسبة الدهون. أنا أقول دائما إذا حبيت أنك تبدأ في هالبرنامج هذا احرص على تقليل النشويات قدر ما تقدر، لا تمتنع عنها، انتبه كيتو يعني بس كيتو مليون كيتو. أيوة. هنا. هنا الكلام، لا تمتنع عن النشويات، احنا في ناس ما عندهم حل وسط، يا فوق يا تحت، يا يمتنع أو أن تكون النشويات عنده للأسف في نظام الغذائي جدا عالية، لا. يجب أن هي تخفف بمقدار معين يكون يحدده كتلة الجسم والوزن العضلي ووزن الدهون في الجسم، وأيضا مستوى الجسم عند الإنسان هذا اللي أمامي. عندنا ثلاث أنواع من الأجسام، ظاهري متوسط وعميق، كلها تحدد لي، ولكن القاعدة الأساسية أنك تقتصر على كمية جدا قليلة من النشويات. بعد ما تحدد الكمية هذه خلاص تبدأ الرياضة عندك، يصير فيها هاي انتنسيتي، مستوى عالي من اللياقة يجب أن يرتفع عندك، بحيث أنه أيضا يكون عندك تمارين كارديو كثيرة وأيضا تمارين مقاومة، لكن بتكرارات تصل إلى 16 أو 18 أحيانا على حسب العضلة اللي أنت بتلعبها.
ممتاز جدا. طيب خليني أسألك، يعني تحدثت أنت عن الجانب الفني وهو الرياضي، خلينا نقول لبناء العضل، خلينا نتكلم عن الجانب الأكل والتغذية. قديش نسبة البروتين المفروض اللي أكلها عشان أساعد في بناء هذا العضل طبعا بشكل صحي وسليم؟ جميل. هو في قاعدة المفروض أن هي تكون عامة، لكن لا ننسى أن أيضا لكل شخص يجب أن تكون له قاعدة خاصة. نعم. القاعدة العامة أنه تكون عندك مستوى البروتين في الجسم 40% والنشويات 30% و20% من الدهون، هذا عند الإنسان الطبيعي اللي ما عنده مشكلة وفقط يبغى يحافظ على صحته. لكن لما أجي أنا أبدأ أوضح أنت كم تأكلين وأنا كم آكل وأختي كم تأكل، لا هنا نبدأ نختلف، وهذا للأسف اللي جالس يصير. تدرين الناس وش ماشي على أنظمة غذائية؟ افتح جوجل ودور طبعاً. أو جروبات واتساب تلقى نظام غذائي 30 واحد عليه. طيب أنتوا إيش اللي ترتجونه يعني من النظام الغذائي؟ للأسف التسويق ماشي على الناس اللي ما تحاول أن هي تتجه للشخص المختص. أنا عارف أحياناً أنه ممكن في بعض الناس يقول لي أنا أبغى أروح نادي ولكن أدفع تكاليف زيادة. أصحاب النوادي كثير، وفي ناس ما شاء الله تبارك الله يحاول أنه يطبق الخطط اللي تتناغم مع رؤيتنا هنا في الدولة. في ناس منهم ممكن أنه هو يهيئ لك كل المساحة اللي أنت تحتاجينها كسيدة، بحيث أنك أنت تستفيدين من ناحية الصحة ومن ناحية الجمال، وأيضا توصلين إلى هدفك بدون أنت أيضا ما تتعنين أو للأسف يخدعونك الكثير بعمليات التسويق اللي حاصلة بالسوشيال ميديا. صحيح. في مفهوم بعد يمكن دائما أسمعه في النادي من البنات، يقول لك أنا أبغى أحول الدهون إلى عضل. تسمعها ولا ما تسمعها؟ أسمعها كثير. إيه إيش رأيك؟ هو طبعا مفهوم خاطئ، الدهون ما تتحول إلى كتلة عضلية، لكن إحنا اللي قلناه قبل شوي إنه العلاقة الطردية بين الكتلة العضلية والدهون، إنك كل ما حاولت ترفع الكتلة العضلية كل ما حاولت كل ما قلت عندك نسبة الدهون طرديا وأنت ما تتعب. بإيش؟ بالنظام الغذائي، وأيضا رسالة والكي ووردز اللي أنا أبغى أوجه لهم إياه تمارين المقاومة، اتبعوها 4 أسابيع وبعدها تعالوا لي ورجعوا لي، واللي ما يتحسن صدقوني إنه راح يشوف فائدة جدا جدا كبيرة. صحيح صح. يعني أنا هذا السؤال اللي بدي أسألك هو متى تبان النتيجة؟ يعني بعد ما السيدة تدخل النادي تبدأ في التمارين تمشي على النظام الغذائي الكويس، متى تشوف النتيجة الواضحة حتى لا تصاب بالإحباط؟ يعني أحيانا بعد شهر تقول لك أنا ما شفت شيء. جميل. أولا النتيجة المفروض أنها تبان من أول يوم. وين؟ طبعا من الناس بتقول من أول يوم، وين هذا أول يوم؟ نفسيا نفسيا النفسية صحيح. تبان من أول يوم أنها ارتاحت، هذا شغلة. نعم. الشغلة الثانية ترى اللي لاحظ جسمك خصوصا اللي تختفي عنه أسبوع أسبوعين، نعم، إلا ما يشوف فيه تغيير، خصوصا إذا كان إنسان له نظرة ثاقبة في الجسم يجي يقول لك ترى في شيء تغير عندك. فالتغيير المفروض أنه يكون ملحوظ، مو بشكل يعني خليني أقول واضح، لكن أسبوعيا المفروض أنك أنت تشوف تغيرات، خصوصا إذا كنت ماشي صح وأيضا ماشي على نظام دقيق في الرياضة والتغذية. ولكن لا تحطم نفسك وتحدد لك وقت، أنا هذا الرسالة اللي أوجهها، بليز لا تحدد لك وقت، صدقني الملاحظة راح تشوفها باستمرار بالفحوصات وأيضا بتوجيهات المدرب اللي جالس يوجه. والاستمرارية جدا مهمة. والاستمرارية طبعا. والله بقول لك شغلة، لو مثلا في افضل وصفه ممكن ان هي تنكتب للانسان لكتبوا وصفه الرياضه. نعم. والله صارت صحيح. معلقه قدام جميع الاطباء، بحيث ان الناس جميعا يستفيدون منها، اسهل وصفه وسريعه جدا وما يحتاج لها احيانا النادي، كلها مجرد انك تقوم وتمشي بالشارع. الرياضه هي افضل وصفه في الحياة ممكن نحن نوصفها للناس. يعني نصيحة جميلة كابتن عبد الله، وفقرة كانت جدا مهمة عن التوعية وعن أهمية الرياضة في حياتنا. شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيكم الصحة والعافية، وننوه ونشيد للناس دائما اهتم بالرياضة واجعلها أسلوب حياة. نصيحة مهمة، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل لاتباع شغفها، سيدة تروي لسيدتي حكاية انتقالها من مجال الطب إلى تصميم الأزياء. طبعاً ليلى أبو السعود كانت طالبة متفوقة بدراستها حتى أنها دخلت مجال الطب، لكن بعد التخرج اكتشفت أن اهتمامها وشغفها في مجال ثاني، وهنا قررت أنها تدخل مجال تصميم الأزياء.
كيف انتقلت وليش قررت أنها إلى تخصص مختلف. خلونا نسمع قصة ليلى مع زميلتنا ريهام شعبان. البدايات الجميلة والقوية عندما تنطلق تثبت لنا قوة الإرادة ما بين العلم والدراسة إلى الاهتمامات والشغف. أهلي وصحباتي كلهم كان عندهم داوت وكلهم كانوا ينصحوني أني أكمل في الطب، وأنا أفهم هذا الشيء أنه من حسن نية هم خايفين علي، ولكن بس بدأت أثبت نفسي شوية حسوا أن الموضوع جد ما هي نزوة وبتروح، صاروا داعمين على طول. مين يصدق إن في أحد يترك تخصص الطب إلى تخصص ريادة الأعمال عشان شغفها في تصميم الأزياء؟ وش سر هذه المجازفة؟ وهل هي فعلاً مجازفة؟ الحمد لله إنه بدأت وأنا لسه أدرس بالجامعة، فيعني نوعاً ما أسست وأنا قاعدة أدرس. وقت اللي تخرجت صار عندي كم زبونة، كنت واثقة من نفسي أكثر شوي. لما تخرجت قلت بعطي نفسي مهلة سنة، ففي هذه السنة إما أنه أنا أوصل إلى الهدف اللي حاطته لنفسي أو أني برجع بكمل في الطب. فبعد ما خلصت السنة هذه اكتشفت أنه أنا أصلاً وصلت إلى أكثر من اللي أبغاه. الآن أنا كنت سابقها صحيح شوية في مجال الأعمال، فلما بدأت الفكرة بأن هي تترك مجال الطب وتكمل في هذا المجال، طبيعي دعمتها دعم يعني لا متناهي يعني بأنها تكمل، وما عندنا حاجة نخسرها أصلاً. يس جو أهيد، كملي اشتغلي، والحياة قدامنا لسه، لازلنا صغار إحنا. من عمق الاهتمام إلى أفق التميز، قصة ليلى تكتب بماء من ذهب. رسالتها ما تبحث عنه يبحث عنك. لبرنامج سيدتي ريهام الشعبان القطيف. شكرا ريهام الشعبان على هذا التقرير الرائع كالعادة. انتظرونا مشاهدينا بعد الفاصل وفقرة طربية. بعد الفاصل سليمان محمد فنان صاعد ينشر إبداعه عبر أولى أعماله الخاصة. وكعادتنا مشاهدينا دائما ما نسعد باستضافة أحد شبابنا الموهوبين واللي يتميزوا بجمال خامة أصواتهم وإحساسهم الفني العالي. نرحب اليوم معنا في فقرتنا الطربية بالفنان الصاعد سليمان محمد. هلا وسهلا بك يا سليمان. الله يحييك، منورنا اليوم. اهلا نورك سليمان. خلينا نبدا معك من الاخير. انتاجك لأغنية خاصة فيك، كلمنا عن هذا العمل اللي انتجته. انا الى الان منتج اغنيتين خاصة فيني. الاولى ما بقى غيري من الحان احمد الخليدي، والثانية شموخي من الحان الفنان محمد طاهر، نوجه له تحية، والشاعر وتد، شاعر جميل وشاطر يعني. حلو. متى قررت انه انت لازم يصير في عمل خاص فيك؟ يعني اغنية من كلمات والحان عشان سليمان يغنيها، وليش؟ انا من يوم صغير يعني كذا ودي يعني اكون فنان. يعني حلم كان بالنسبة لك تحقق؟ نقول ان شاء الله. ان شاء الله. نزلت اغاني طيب خاصه فيك، يعني انت يمكن في بدايتك كنت تغني كفرز او اغاني لفنانين يمكن انت تحبهم او تحب لونهم، بس اليوم صارت في اغاني لك انت. بالعكس هذا انجاز، وباين عليك توك ما شاء الله سليمان صغير بعد بالعمر. عمر 19 يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طب الاغنيتين هذه كيف نزلتها؟ يعني ورا بعض ولا كان في فتره بينهم؟ فتره اربع شهور. اربع شهور. وايش شعورك الحين؟
الحمد لله، بس للحين ما وصلت شيء يعني، ابي اشياء ثانيه ان شاء الله. اكثر انت اليوم كشاب داخل في هذا المجال، لما توصل لمرحله انه انت صار عندك عمل فني خاص فيك، اكيد كان الطريق ما هو سهل. أكيد أنه أنت مريت بمرحلة إثبات الذات وتثبت صوتك وتثبت أنه عندك صوت حتى يؤمن فيك الناس. هل كنت عن طريق السوشيال ميديا تأدي بالناس بيشوفوك بيتفاعلوا معك، وهذا الشيء اللي شجعك أنك تسوي أغاني؟ بالضبط إيه، من تشجيع الأهل ثم من تشجيع الجمهور في السوشيال ميديا. إيه. كيف تفاعل الناس معك؟ جميل، هم شجعوا قالوا لك لا خلاص لازم الان تنزل لنا كلامهم، يعني ودنا لا ودنا نسمع بالسياره يعني سليمان محمد اغاني سنجل وزي كذا، عشان كذا تحمست يعني. احنا متحمسين الحين انه انت ضروري تسمعنا شيء لو جزء من اختيارك، احنا ما راح نتشرط اللي ودك. راح اغني باب بسيط من اغنيتي الاولى ما بقى غيري. اسمها الاغنيه ما بقى غيري. تفضل. يا ما حلفتها. يا ما حلفت وقلت أحب بعقلي وأكرر خطاي وندم بعد السنين، خلاص فات الفوت ومحد لي وامسح دمعتي وواسي العين، وكل اللي صار لي كان بسبتي، ما تعلمت من جروحي والأني، وكل مرة أقول هذه غلطتي وأقضي باقي العمر بالتخمين، وللأسف كل شيء انكشف، وللأسف كل شيء انكشف، الكلام كذب الشعور والتمني. الله الله عليك يا سليمان. طبعا تحية للفنان عازف الأورج اللي معك اليوم ومشرفنا في برنامج سيدتي. من الواضح أنك تميل للأغاني الرومانسية يا سليمان. مو مرة، بس أنا أحب الأغاني اللي فيها يعني فيها إحساس عميق. إي بالضبط. معلش شوي، ترى انا مرتبك شوي لان مو عادي ادخل لايف يعني وكذا. بالعكس انت رائع جدا. يا بعد راسي. لا بالعكس سليمان، واحنا مبسوطين فيك واكيد نتمنى لك كل التوفيق. يعني اليوم قاعدين نشوف حركه فنيه ثقافيه على مستوى المملكه، شباب وشابات قاعدين يدخلون المجال وبقوه، يمكن لعل اخرها يمكن حفل جوائز جوي اللي شفناه، يمكن كلنا شفناه وشفنا وجوه شابه جديده تم تكريمهم والى اخره. ايش رايك في هذه خلينا نقول النقله النوعيه في مجال الفن؟ جميل 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 مرة، وهذا الشيء قاعد يحمسني إني يعني أنجز وأسوي شيء عشان أوصل لهالأشياء هذه. كيف ممكن تستغل طيب هذه الفترة بالتحديد؟ الحين إحنا قاعدين ندور أصوات شابة، ندور وجيه جديدة وإلى آخره، كيف ممكن تبرز نفسك أكثر وأكثر؟ كيف ممكن أنت تطور تثبت رجلك خلنا نقول على أرض صلبة؟ يجرب الواحد، يخوض تجربة يعني، حتى لو كان يعني متخوف وزي كذا جرب. انا مو عادتي اني يعني لايف وتصوير، بس قاعد اجرب عشان اكسر الاشياء اللي فيني. وجربت قاعد انزل اعمال واصلح اغلاط يعني من اعمالي الاولى، ان شاء الله يعني الواحد اهم شيء جرب وبس. جرب وانت لازم تجرب. انت صح. اليوم في موسم الرياض، في فعاليات شبابيه كثير، في برامج للمواهب كثير، في منصات تقدر تطلع عليها تكون امام الجمهور مباشره. فهل تبغى تجرب هذا الموضوع؟ هل فكرت انك تخوض هذا المجال؟ باذن الله. باذن الله ان شاء الله. انا الصراحه بقول لك يعني ما ودي اوترك زياده، لكن الجمهور ترى يخوف، انا واحده من الناس ما احب الستيج. انا ما احب صح، بس مره مرتين متعود. ان شاء الله تجيكم مره ثانيه، ان شاء الله تجيكم مره ثانيه تربع ومرتاح. لا بالعكس، يعني شوفوا الى الان والله، يعني بما اننا قاعدين نتكلم في الموضوع، ترى في عمالقه في الفن الى اليوم انا اشوفهم باك ستيج والله ينتفضون، وهم لهم من عمري وهم على الستيج ويغنون. يجوهم توتر المسرح من كثر ما هو حلو، لهيبه والجمهور لهيبه. فاكيد نتمنى ان احنا نشوفك في يوم من الايام سليمان، ليش لا؟ بالعكس شيء جدا جميل. طيب ودك كمان كذا تسمعنا شيء من ذوقك؟ اوكي. هذه من اغنيتي الثانيه. انا اللي كثير بحكي.
أنا اللي كثير في حقه ظلمت القلب بهيامه ولو حطيته براسي حرام أشين طباي وأنا اللي لبسه تاجه وحقق غالي أحلامه ما دامه ما عرف قدري وجوده ما له يداي تسوى بوده من قربه وعندي جفت قلامه ولا جابته بعد امه من يساوم على خداعي وهو بيندم على مثلي عض بقوه بهامه وترفض عزتي ابقى معه تاخر وداعي. هذه فيها شموخ كبير عاد بطقاقي رهيب يعني ما شاء الله عليك سليمان وتقول لي يعني اي حاجه لا انت متخصص في الاغاني الرومانسيه والكلمات العميقه. هذه الاغنيتين لما نزلتها كيف لقيت تفاعل الناس معك؟ جميل جميل التفاعل اكثر من العمل اللي راح لان العمل اللي راح كان فيه يعني اغلاط وعدلتها يعني وصلحتها. زي ايش الاغلاط يعني؟ اغلاط في اختيار الاغنيه في الكلمات في ادائك مثلا؟ كل فنان له لاين يمشي عليه. نعم. وانا قاعد اجرب يعني انا ما عندي شركه انتاج او احد معي يقول لي لا سو كذا سو كذا صحيح كدا. فانا قاعد اخطي خطوات بالحالي وقاعد اشوف شو الافضل لي وش الانسب من نصوص من الحان من هالأشياء يعني بالموسيقى مثلا فقاعد أجرب وشوف. من الفنان أو الفنانة اللي يعجبك أنت تحب تسمعه وتحب تحب لونه تحس أنه كذا يشبهك أو قريب منك؟ كنصوص أحلام أحلام أي أحب النصوص اللي فيها شموخ كبرية يعني من يوم الصيف واضح أصلا من الأغنيتين اللي غنيت تحب المشاكل أي طقاق صح طيب ومن كمان وأغني له أكثر أحس عبد المجيد عبد الله عبد المجيد طيب ما أن تونا خلصنا ليلتين عبد المجيد ليلتين العودة فإيش رأيك تسمعنا شيء لعبد المجيد بالتحديد؟ أوكي يا محاول يا ما حاولت الفراق وما قويت كنت أبي أنساك لكن ما نسيت ما عصاني قلبي بعمره ولكن الأكيد إني أنا اللي ما اشتهيت التقينا بليلة من ليل البعد والهوى والحب في القلب انعاد قلت لا ما غيرك بودي حبيبي قال حبك ما تغير إلا زاد اللحن طار والله بس يلا عوافي بالعكس اديك العافيه الاغنيه ترى ما هي سهله يعني انت بتاديها ومباشره على الهواء فشيء ما جهزنا نهائيا بس ان شاء الله يعني. طيب سليمان يعني اليوم انت بتخطو خطواتك الاولى في هذا المجال هل انت داخل عن هوايه ولا هو ده مستقبلك حتكون محترف اكثر ايش طموحك في هذا المجال؟ انا مره حابه وطموح اني اوقف قدام الجمهور واغني وناس كثير تسمع اغاني وهذا طموحي يعني احب هذا المجال مره. حتحترف فيه يعني ان شاء الله باذن الله. الله يوفقك سليمان يعني مره مبسوطين لوجودك معنا كل التوفيق لك. نحب اننا نختم الحلقه هذه باغنيه من اختيارك. أوكي. ايش حتغني لنا؟ تضيق تطير تضيق تضيق إيه. حلو مشاهدين احنا كده وصلنا لختام حلقتنا اليوم نشوفكم بكرة في حلقة جديدة ودائما نذكركم في المشاركة في استفتاء برنامج سيدتي من خلال الهاشتاج الظاهر أمامكم على الشاشة طبعا تقبلوا تحياتي وتحيات مها وفريق العمل ونترككم مع الصوت الجميل سليمان محمد تضيق
وامد النظر للسما فوق وهي بين افلاكها يمكن القاك لن تعرفت اللي بلاني من الشوك ولا السما تاساها وش قد انا هواك سألت من سواك يا عز مخلوق نص اللي في صدري من العشق بلاك وان كان حبك عوك انا راضي العوق انا راضي العوق دامي عجزت القاك.